نرجع نرحب بكافة متابعينا ومتابعاتنا. نرجع لبريك أكتواليتي، ما يستجد على الساحة السياسية وعلى الساحة الاجتماعية في تونس. ما نجموش ما نقفوش على زوز نقاط في الآونة الأخيرة ويظلي فقط يتمحور عليهم الجزء هذايا، اللي هما موت الرئيس المصري المعزول مرسي والجنازة اللي تعملت في تونس، معناها ما تعملتش في مصر وتعملت في تونس. أيضا تنقيح القانون الانتخابي وما تلاه من تبعات على مواقع التواصل الاجتماعي، على المحطات التلفزية، على الإذاعات الخاصة والعامة. نبدأ بالموضوع هذا اللي هو تنقيح القانون الانتخابي. نحكيه على قانون صيغة على المقاس وقبل تقريب بشهر وأسبوع من قبول الترشحات وتقديم الترشحات متاع لا يرغبوا في أنهم يترأسوا قائمات مجلس نواب الشعب، متاع لا يرغبوا في الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو حق لكل مواطن تونسي. لهنا باش نبداو موضوعيين مصطفى. الموضوع تعمل على القانون هذا، تعمل لنبيل القروي، ألفة الراس، جمعية عيش تونسي، والحزب الدستوري الحر، وعبير موسي. لهنا النقطة الأولى من القانون هذا شنو تقول؟ تحكي على عدم تقريبا أو استغلال منبر إعلامي وأعمال خيرية للترشح لانتخابات رئاسية وانتخابات تشريعية. باهي، لهنا وقتاش تفكرنا هذا؟ يظهر لي سي نبيل القروي عامل إمبراطورية خيرية عنده قداش من عام، يظهر لي المقارونة اللي تجينا من تركيا والشيء اللي يجينا من الخارج اللي قاعد يتباع وقاعد يتعطى عفوا للفقراء والبسطاء العقول عنده سنوات مش من تو. علاش تفكرناه تو؟ هذا السؤال الأول اللي يطرح. كيف بالنسبة لاستغلال منبر إعلامي، لأنه عنده قناة خاصة قناة نسمة، بالنسبة لاستغلال منبر إعلامي للترويج السياسي أو للترويج الانتخابي، لهنا يظهر لي قناة نسمة مش جديدة وتوجهاتها ماهيش جديدة، ومش تو عرفنا إلا مالك قناة نسمة هو نبيل القروي، لأنه بعد لي سونداج الأخرانيين اللي طلعوا نبيل القروي في الصدارة وطلعوا في مراتب أولى، تو لنا تحركنا وعملنا قانون. هنا مش دفاعا على نبيل القروي، أنا كاتيجوريكمون معناها نرفض استغلال المنابر الإعلامية للترويج السياسي، أيضا نرفض استغلال الأعمال الخيرية باش من بعد الواحد ياخو اسم يترشح به للانتخابات الرئاسية أو الانتخابات التشريعية. كيف ألفة الراس والجمعية عيش تونسي اللي هي أثارت الجدل الكبير يعني في الآونة الأخيرة، الجمعية هذه حكيت الناس على تمويلاتها منين، الجمعية هذه حكيت الناس على رئيستها. بون مش ندخل في الموضوع هذا، لأنه احنا مشكلتنا هي القانون. نحكيه على ثورة حرية كما يقولوا هما، ثورة حرية وثورة تعددية وكرامة إلى آخره وديمقراطية. هنا كيفاش نحبوا احنا نقنوا الإقصاء، معناها كلكو فوت ولا كلكو ديبوتي في المجلس التأسيسي يحدوا مصير متاع آلاف مؤلفة ومئات الآلاف متاع الناخبين. يعني متعايش انت تجي تحرم لي حزب قائمة ذات عنده تأشيرته وعنده مكاتبه وعنده دوائر وعنده خلايا في كامل تراب الجمهورية بفصل من الفصول هذه؟ شنو يقول مصطفى؟ يقول من يمجد السياسات الدكتاتورية السابقة ومن لا يؤمن بالثورة. هنا معناش عندك انت ديفينيسيون معناها الدكتاتورية قبل كل شيء، قبل ما نحكمه على كيفاش ثبوت الإدانة، معناها انك انت تجي تعطي ان بيلون معناها اوبجيكتيف، تقول هاو لي بوان بوزيتيف نتاع النظام السابق، هاو لي بوان نيجاتيف نتاع النظام السابق، هنا وقفنا وعملنا ايفالواسيون. هذا يتسمى تمجيد. انك تقول قبل التونسي كان يعيش خير من توا، هذا يتسمى تمجيد. هذا يظهر لي وقائع وحاجات معيشيه نعيشوا فيها كل يوم ولمسها المواطن التونسي، وربما هذاك علاش خلى المواطن التونسي يمشي في هالاتجاه هذا نتاع اعاده المنظومه الوطنيه واعاده هيبه الدوله. هنا ثم قضايا دولية بصدد التدويل، القضايا هذه ضد القانون هذا. كيف سمعنا كونه سيد رئيس الجمهورية يوم الخميس باش يلقي خطاب ربما يتطرق فيه على موقفه من المشروع تنقيح القانون الانتخابي. قبل نعطيك الكلمة مصطفى، حبيت نذكر بحادثة. هل القانون الانتخابي هذا اللي نعرفوا احنا زوز كتل اللي مشيت بالذمة باش تعدي القانون الانتخابي هذا، اللي هما كتلة حركة النهضة طبعا وكتلة الائتلاف الوطني متاع سي يوسف الشاهد، تجمعوا لهنا واثبتوا كونهم متوافقين. يعني هنا كيف نشوفوهم الزوز متجندين كتل هذوما باش يعديوا، وسمعنا حتى دي ديكلاراسيون تاع هالة عمران تاع عديد النواب المنتسبين او المنتمين لهالكتل هذوما الزوز، كيفاش يدافعوا معناها بيديهم مساقيهم على القانون هذا ويحبوا يمروه باي شكل من الاشكال.
هنا بربي كيف قلنا تمجيد الدكتاتورية، هل ينطبق النقطة هذه والمطة هذه، هل تنطبق على من قال في وقت من الأوقات ربي الفوق بن علي اللوطة، اللي هو الكتلة متاعه توا تحب تعدي القانون هذا القانون الإقصائي؟ كيف نقوله في رسالة رسمية ربي الفوق وبن علي اللوطة، هل هذا يعتبر تمجيد للدكتاتورية أم من باب شنو بالضبط؟ من باب الدعابة، من باب المجاملة، من باب شنو بالضبط؟ يعني حاجة عندك رسمية مكتوب فيها بن علي اللوطة ربي الفوق وبن علي اللوطة، وهنا نعرفوا سي بالا بي مش نعاودوا نذكروا شكون اللي قال ذاته، وتوانسة اللي يسمعوا فينا يعرف الكتلة متاع السيد هذا خرجت تحب تعدي القانون وتمر. يا أخي ما عملتوش أنتم تمجيد متاع السياسات الدكتاتورية في وقت من الأوقات، ولا تحبوا تعملوه كان تو ولا مجد تو؟ معناها في اعتقادكم مجد تو، هنا تولي مشكلة إيتيقية بالأساس، مشكلة أخلاقية ومشكلة إيتيقية، ومشكلة عندها ارتباط وثيق بخوف هالكتل هذية من القوى الصاعدة اللي خرجها السونداج، ولي سونداج معناها ناسيونو وإنترناسيونو في الآونة الأخيرة خرجها تتصدر المراتب الأولى والثانية والثالثة. هنا نحب نسأل ونعطيك الكلمة مصطفى، رئيس الجمهورية شنو باش يكون موقفه؟ اللي هو حامي الديمقراطية سوا ديزون، ولا هو جاء في فترة بري أبري معناها لا ريفوليسيون؟ هنا نحب نعرف سيد رئيس الجمهورية باش يوافق على قانون كيما هكا ولا، خاصة وأنه سيد رئيس الجمهورية في حد ذاته كان منتمي للنظام السابق، للأنظمة السابقة كلها مش للنظام السابق بركة. يعني سيد باجي قايد سبسي تعدى بمرحلة الحكم البرغيبي، تعدى بمرحلة الحكم نوفمبري، وهنا وهو رئيس جمهورية حاليا. يا سيد رئيس الجمهورية نورمالمون أنت في دولة توا ما يقال كونه صار ثورة وفما تعددية وفما وفما، راهو الإقصاء في بالي لا يليق، راهو عيب، راهو إن نقنوا نشرعوا الإقصاء ونعديوا على الفوت 128 نائب يحكموا في مصير مئات الالاف من التونسيين وفي خياراتهم، راهو ما عاد قل لي انت معناها رفض نبيل القروي ورفض ألفة الراس، راهو هذه مواقف شخصيه ترفضهم ارفضهم بالصندوق، ما ترفضهمش بتقنين بتشريع قانون، لانه كما قلت لك التجاوزات هذه السلطه على علم بها ورئاسه الحكومه على علم بها، استغلال المنبر الاعلامي اللي هو النسمه، اكيد وانه لا يخفى على رئاسه الحكومه التوجهات نتاع النسمه، ونعرفوا يظهر لي المالك نتاع نسمه اللي هو سي نبيل القروي، ماهيش جديده معناها نجي وقبل قبول الترشحات بشهر وقبل الخوض في المعركه الانتخابيه بشهر او شهر وجمعه ونجي ونعملوا قانون على المقاس، راهو ماهوش معقول. راهو نعاود نذكر مثالش مصطفى نعطيك الكلمه، النقطه الثالثه اللي هي المقصود منها اقصاء الحزب الدستوري الحر ورئيسته عابر موسى، راهو عيب في دولة تدعي أنها تؤمن بالتعددية وتدعي أنها في مرحلة بناء ديمقراطية جديدة وتدعي أنها تجاوزت الاستبداد وتجاوزت هالشيء اللي كنا نشوفه فيه كله تزوير الانتخابات و و و و به، هل من المعقول أنها تعمل فصل تقول هكاك فصل قابل للتأويلات وقابل لعديد التحليلات، تقول متى يعني يرفض ترشح كل من ثبت لدى الهيئة أنه في خطاباته عنده تمجيد للسياسات الدكتاتورية السابقة أو أنه لا يؤمن بالثورة؟ ما هو يلزمكم تعطيونا على الأقل ديفينيسيون بتاع الدكتاتورية شنية باش نجمو نعرفوا احنا معناها ثبوت هالتهمة هذه كيفاش؟ كيف كيف؟ أنت تقول لي تو نعاود نذكر بها ونختم، تقول لي تمجيد الدكتاتوريات أو الأنظمة الدكتاتورية السابقة، إن شاء الله هذا ينطبق على الأقل بن علي الفوق وربي اللوطة، ربي الفوق عفوا وبن علي اللوطة في وقت ما، اللي هو الكتلة متاعه خرجت صوتت للقانون الإقصائي هذا. هنا بالحق نقاط استفهام عجيبة وغريبة، إن شاء الله سيد رئيس الجمهورية في خطابه يوم الخميس ينجم يجاوب المواطنين التونسيين عليها. نخلي لك الكلمة مصطفى على القانون هذا، شنو موقفك؟ كردة فعل الأولى يعني باش نحكي على النقطة الفنية اللي نركز هنا المعلومة هي جمعية بوصلة. جمعية بوصلة اللي ما يعرفش كيفاش تخدم من الجمعية هذه، هي جمعية مواظبة في النشاط اليومي المجلس النواب. من ضمن القراءات الأولية يعني أثارت استهجان الجمعية هذه. القانون هذا وقع تحضيره يعني بطريقة سريعة جدا تثير الاستغراب، ما وصلش للنقاش العام حتى ما القوانين اللي يتخذ فيها المجلس النواب أي موقف بالرفض أو بالاعتراض أو بعدم الاعتراض، يعني تفهم مواقف واضحة. ما وقعش نقاش، ما وقعش جدل، ما وقعش حتى شيء، بطريقة سريعة جدا وقع تحضير النواب، صار كما المود أوردر، هنا فما قانون أنت باش ترفضه أو باش تجي معاه، يعني تجي مع القانون هذا.
بطبيعة الحال وقع لف الموضوع بطريقة سريعة جدا، عمرنا ما شفنا الساعة هذه، شفنا السرعة كما صارت القوانين بعد نص الليل اللي النواب زاد رواحهم في المنح، زاد رواحهم في السفرات، زاد رواحهم في الميزانيات، زاد رواحهم في الشهريات، كان اتفاق يعني عام وشامل. كما القانون هذا تعدى بموافقة 148 صوت على الأقل، 128 ثم 36 اللي موافقوش، هما بعض الاعتراضات اللي ما عطاتش يعني قيمة لحد الآن. نحكي على القانون هذا، اللحظة المفصلية غير بريئة بالمرة. علاش؟ خاطر قبل أربع شهور من الرهان الانتخابي جي إن تي كسلطة قائمة الذات، يعني نحكي هنا على سلطة مجلس النواب، تغير قوانين وتشرع قوانين جديدة، كما إيكيب خاسرة جات في دقيقة 80 بدت الجوالات الكل، حكمت عليك إني تلعب جوالتك هاو وتجيب هي استاف تكنيك جديد، تجيب أربيترات من عندها، بطبيعة الحال هي باش تربح الماتش في آخر الأمر. لهنا القوانين يعني قوانين فوقية. شنو النتيجة؟ النتيجة حتمية الأولى مبدئية، نبيل القروي وقع استبعاده يعني من الطريق الانتخابي. بطبيعة الحال فما الموافق فما اللي مش موافق، ألفة الراس اللي عندها الجمعية هذه المشروع متاحها كان غامض في أول الأمر، كان مشروع متاحها لتحسيس الإنسان كيف يعيش، ولكن الاستقراءات وقت اللي الجمعية هذه خمت باش تولي حزب سياسي، وقتها افاقوا الناس كل كي باخر المطاف في الخاتم تاع المشروع هذا. لذا نحن احنا كنحطوا قوانين يلزم تكون قوانين استقرائيه لتنظيم الانتخابات، لتنظيم الحياه السياسيه في تونس، لكن للاسف فما عاده قديمه جدا احنا قاعدين نتبعوا فيها. احنا لجور لجور لجور، يعني القوانين هي قوانين يوميه وقوانين حياتيه. لذا اغلب الاطراف مش باش تكون موافقه على القانون هذايا. شنو مخرجات خطاب رئيس الدولة؟ يعني نحن نستناو كالناس كوليكي شنو المخرجات. إذا رئيس الدولة فمن هنا زوز استقراءات، استقراء يرفض كاتيجوريكمون القانون هذا، شكون تكون التبعية متاعه؟ وإذا هو صح القانون هذا بطبيعة الحال شنو يكون التبعية متاعه؟ فما آخر نقطة لهنا نختم بها، لماذا أغلب الأحزاب الحاكمة تضع قوانين لصالحها ما تحطش نصب اعينها اللي النظام ستغير بطبيعه الحال؟ فما احزاب جديده اللي هي باش تستغل لحظه وجودها هي في المفصليه السياسيه كاحزاب حاكمه، وبطبيعه الحال فما قوانين مبدئيه باش تحاول هي تغيرها بطريقه ثانيه. لهنا باش نعيشوا احنا ديما امبولفيرسومون بوليتيك اللي هو نظريه تونسيه بطبيعه الحال. عمرنا ما شفنا نظام انتخابي يومي، يعني ما عندوش مدى طويل إلا في تونس. عمرنا ما شفنا دستور يخدم في 3 سنين إلا في تونس. عمرنا ما شفنا تنظيم حكومي أو حوكمي بالنسبة للتواسة إلا في تونس. قاعدين نخدموا لجور وجور، لأن ما فماش مشاريع مستقبلية، ما فماش دستور مستقبلي، ما فماش حتى قوانين مستقبلية. بطبيعة الحال النتيجة شنو؟ انغلاق الأفق، والمجتمع يعيش في اضطراب يومي. واضح واضح. باهي نتعداو للنقطة الثانية مصطفى، موت الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. طبعا ان شاء الله ربي يرحمه ويغفر ذنوبه، احنا ما نتمناوش الا الرحمة لاخواننا في كل العالم الاسلامي والعالم العربي، نحكي على اخواننا مش الاخوان المسلمين، اخواتنا يعني. هنا على عكس ما هو احنا مصطفى، لانه لمونا العديد قال لك كيفاش انتم تحكيوا وتحتجوا على قراءة او تلاوة الفاتحة في البرلمان التونسي على روح الرئيس المصري. يظهر لي تونس عندها دبلوماسية، عندها وزارة خارجية، مجلس نواب الشعب ليس حكر على الكتلة الاخوانية باش تقرر هي انها تقرا الفاتحة ولا ما تقراش. لهنا معناها ils n'ont pas le droit باش يعطيو بروبوزيسيون كيما هذه. تو يكفرونا، يمكن يقول لك ما يحبوش الفاتحه، لا تقرا الفاتحه، اقراها في قلبك الفاتحه ليه وربي يتقبلها ان شاء الله. هنا حبيت ناخذ الموضوع من زوز جهات، من زوز جوانب. اولا تضارب الواضح والبين لموقف حركه الاخوان المسلمين فرع تونس تجاه موت الرئيس المصري المعزول. كيفاش؟ يعني قدام الراي العام الدولي نخرجوا بيان لطيف وخفيف، يعني فيه تنصل نوعا ما من حركة الإخوان المسلمين، لأنه نعرف كونها مطروحة ومدروجة في تصنيف إرهابي يعني في الأمم المتحدة،
وفي نفس الوقت نوابهم في المجلس البرلمان التونسي في مجلس نواب الشعب يدعو إلى تلاوة الفاتحة. يعني وكأنه تبعث برسالة الحركة هذه إلى الرأي العام الدولي، راني مانيش إخوان، في حين أنهم هزوا صوابع رابعة في وقت ما من قبة البرلمان ومن عديد الأماكن الأخرى، وياما بكاوا على تنجيو نحكيو على البكاء تماسيح أيضا متاع المؤقتين السابقين وغيره. هنا يعني تبعث في رسالة الرأي العام الدولي، راني مانيش إخوان، ما تصنفنيش إرهابي. وبالنسبة للشعب متاعك والقواعدك في تونس، تجي في البرلمان وتعمل البوز وتستوقف رئيس المجلس نواب الشعب، تقول له قبل كل شيء نقرأ الفاتحة على روح الرئيس مرسي. ونعرفوا احنا نذكروا مثالش مرة أخرى، يحكيوا على انقلاب وانقلاب، كل حد كيفاش يشوفوا. احنا شخصيا ما نشوفوش انقلاب، لأنه 33 مليون مصري يخرج للشارع ويفوض الأمر للمؤسسة العسكرية متاعه، يظهر لي 33 مليون مصري يظهر لي شرعية هذوما في حد ذاته، يظهر لي هذا لا يعتبر انقلاب. معناها حتى العدد بركة، النومبر بركة يفزع، معناها 33 مليون خرج للشارع لإزاحة الإخوان المسلمين، وهذا ما مش أنا قلتها، الناس كل تعرفها وشاهدتها وشافتها، طبعا مش على قناة الجزيرة متاعهم، شافتها على مواقع التواصل الاجتماعي، شافتها على القنوات المصرية، شافتها على القنوات الأجنبية، الناس كل شافتها. هذه بالنسبة لحكاية الانقلاب. توا بالنسبة لحكاية قتلوه مرسي، وهو العلم عند الله لا محالة، أما فما اختبار شرعي نتاع طب شرعي رسمي خرج قال لكم راهو شربوه حاجة، ولا راهو منعوا عليه دواء، ولا راهو كانوا سبب في وفاته وموته، معناها استنادا على شنو؟ هذه نقطة. النقطة الثانية ساعة، طبعا نحب نشكر موقف نثمن الموقف نتاع السيدة النائبة فاطمة المسدي اللي اعترضت على الموضوع هذا، واعترضت على البروبوزيسيون هذه اللي هي طرحت من طرف سي نور الدين البحيري في مجلس نواب الشعب. قالت راهو مجلس النواب راهو مجلس تونسي، مجلس وبرلمان تونسي، ولا ندعو الى معناها تسييسه نحو كتله معينه. وقالت ايضا حرفيا والفيديو موجود، قالت انا بالعكس ادعو اذا كان حركه النهضه عندها علاقه بالاخوان المسلمين ادعو الى تصنيفها كحركه ارهابيه، وقالتها على في قبه البرلمان، وصورتها وسائل الاتصال حتى النقل المباشر للمداولات نتاع برلمان تونسي ايضا نقلتها. هذه حاجه. نقطة أخرى إلى جانب التضارب متاع حركة الإخوان المسلمين، نحب نتوجه برسالة إلى السيد رئيس الجمهورية اللي هو حامي الأمن التونسي بالأساس، ورسالة أيضا إلى السيد وزير الداخلية، ورسالة إلى السيد رئيس الحكومة. راهو التجمعات اللي قاعدة تصير توا ولا شفناها بالأعداد هذيك عندها شرعية ولا؟ خذاو رخصة باش يعملوا صلاة الغائب في البلاصة الفلانية ولا ما خذاوش؟ ولا هالتجمعات هذية معناها اللي يحك راسه يعمل تجمع راديكي ويجيب اعداد غفيره ويجي يعمل الشو اللي يحب عليه هو؟ راهو هنا موضوع خطير جدا، انه لم يكن هناك تدخل امني، لم يكن هناك موقف سيادي تجاه التجمعات هذه، مع انه الناس هذه اللي نظمت التجمعات هذه قاعده تعلن على صفحاتها الفيسبوكيه وتعلن على مواقعها كلها وتلم وتحمس في العباد وتجيش في العباد باش يجيوا يحضروا. راهو موقف سلبي حتى للدبلوماسيه والخارجيه التونسيه. احنا راهو نتعاملوا مع الدول مع حكوماتهم الشرعيه، حكومه مصر الشرعيه نتعاملوا معها، مش باش نجيو في البرلمان في موقف ضد الحكومه الشرعيه ولا ضد اراده الشعب المصري، لانه هنا اراده الشعب المصري ما كانش انقلاب كما يحكيوا هما. هذه تقريبا جل الملاحظات اللي نجمت نتيريها من الموقف اللي صار هذا في الايام الفارطه. ايش قولك انت مصطفى؟ بالنسبة الله يرحمه الساعة يعني الرئيس السابق والرئيس المعزول، يعني كلها صفات صحيح مصطفى. أنت تو قلت، أنت تو قلت الله يرحمه. احنا مش كيما تجار الدين حينما يذكر اسم الرئيس بورقيبة يقول لا تجوز عليه الرحمة، وهذا إخواني اللي قال هذا الكلام، هذا اللي قاله في أكثر من مناسبة وفي أكثر من وسيلة إعلامية إخواني، ولا يقول الكلام هذا أبعد ما يكون على تعاليم الإسلام وأبعد ما يكون على الأخلاق حتى الإنسانية، مش نحكيه معناها على الإسلام والأخلاق الدينية. الناس هذه اللي قاعدة تاجر بالدين ولا تو تعمل في جنازة الغائب وتو تعمل فيها شو هذا في وقت من الأوقات قالت على زعيم بورقيبة لا تجوز عليه الرحمة، يعني هما يعطيوه في الإجازة متاع الرحمة، بالك هو واسطة بين ربي سبحانه وبين عباده، إيش معناها لا تجوز عليه الرحمة؟ أنت قاعد تجيز في الرحمة لفلان وتمنحها على علانة، الناس هذه هي بيدها إلا توا قاعدة تعمل في صلاة الغائب ولا توا قاعدة تعمل في الشو هذا؟ شوف صلاة الغائب معناها ما هو
يعني السيد مرسي محمد مرسي مو جندي مجهول احنا مش نصلي عليه غائب ولا حاضر، يعني هو توفى الله يرحمه بطبيعة الحال، النجم كان ترحمه على كل الأموات زعماء وحتى عباد عاديين. المسألة هي مسألة مصرية مصرية، نحن بالضبط ما تهمناش، يعني في برشا غلطات دبلوماسية وهذا طبيعي جدا في ظل خاطر برشا خاصة بعد الثورة المباركة، فما برشا عباد قاعدة تتعلم في الحجامة في روس ليتاما، برشا غلطات دبلوماسية، برشا يعني فظاعة دبلوماسية قاعدة تصير باسم التموقع النفسي وضد التموقع العقلاني. العقل شنو يقول؟ عندك وزارة خارجية، عندك سفارة مصر، فما سجل الذهبي تنجم توقع عليه اللي تحب انت باسم شخصك، يعني ما تحكيش باسم تونس، فما التوانسة اللي ترحموا بطبيعة الحال، احنا ما احناش باش نكونوا فاصل ضد الترحم، هذا ترحم على الناس كل كيا مش في البرلمان التونسي، هذا هو المشكل. البرلمان التونسي لازم يكون تونسي 100%، واحنا توا خاصة في البرلمان فما نقطة قاعدة تتفاقم اللي هي فن جديد كما حكيت الأسبوع الفائت، هو فن التاسع، هو فن إضاعة الوقت. عدينا 3 سنين وإحنا نضيع في الوقت في كتاب الدستور بعض الأوراق التي لا تسمن ولا تغني من جوع، دستور تاع بلوكاج. ومن بعدها ولينا نحكي في مسألة الحجاب ومسألة النقاب، أنا شخصيا لا تهمني مسألة الحجاب ومسألة النقاب، ثم ولينا نحكي في مسألة التعويضات، من يحرم ذلك ومن يشرع ذلك، ثم مسألة البطالة نتاع العديد من المئات الآلاف نتاع التونسيين، هذه المسألة الحساسة التي تهم الشاب التونسي اللي هو المستقبل بالنسبة اللي هو مستقبل غير واضح وغير جلي بالمرة. إنسان بطال خاصة نحكي عن الفئة هذه بالخصوص، لا يهمه في أنت باش ترحم على مسلم ولا ما ترحمش، لا يهمه في مصر شنو حكايتها وحتى العالم الكل، يهمه اللي هو عنده حالة اجتماعية خاصة جدا وهي هو اللي تهمه. لهنا بالنسبة للبرلمانات العربية أوضحت اللي فما برشا أحزاب ليس في تونس فقط اللي الرؤية متاعها محدودة، لما أنت تنسب رؤيتك نحو حزب فقط ونحو رؤية دينية فقط، أنت ما وضعتش نفسك ضمن الإنسان العالمي اللي هو يعيش في وسط مجتمع عالمي. لازم برلمانتك مفتوحة على الشباب، نحو الشباب في عوض أنت تحكي على الترحم أو على الترحم، صرف قوانين اللي تسمح للشباب التوانسة باش ينجموا يقيموا مشاريع، حل باب الانتدابات، وري الشاب التونسي ان مستقبله من بين يديه مش مستقبله وراه. لذا لهنا لازمنا نعرفوا حاجه اللي البرلمان التونسي مازالوا بضع الاشهر سيطي الكتمان، فما حاجه اخيره نختم بها اللي برشا وجوه قديمه بالانتخابات الداخلية خاصة لن نراها، فموجود جديدة هي ستحتل البرلمان الجديد، يعني حتى الإيجابي باسم الاحتلال الإيديولوجي، ولكن فما وضعية جديدة في البرلمان التونسي إن شاء الله باش تكون بعد أكتوبر 2019، مشهد سياسي جديد ستغير المشهد السياسي في تونس، خاصة اللي نعرفوا اللي أكثر من 1,350,000 صوت جديد سيضم ضمن اللائحة الانتخابية، هذا اللي يهمنا، اللي برشا شباب مش ولي ينتخب عنده الصوت نتاعو، اللي يهمنا نحن كتوانسة تونس 2019 تونس 2024 لا يهمنا الأمور الخارجة عنه. واضح مصطفى، باش نختموا الموضوع هذا حبيت فقط نعرج على الرئيس الذي تباكى، الرئيس المؤقت السابق الذي تباكى في قناة الجزيرة القناة العميلة على الرئيس مرسي، وهنا بانت النوايا الخفية متاع الناس هذه اللي جات من مخلفات ربيع الخراب والدمار. هنا لماذا لم يتباكى سيد الرئيس حين وفاة شكري بالعيد أو اغتيال شكري بالعيد؟ لماذا لم يتباكى سيد الرئيس حين اغتيال محمد إبراهيم؟ لماذا لم يتباكى حين طالت يد الغدر ويد الإرهاب جنودنا في الشعامبي ونكل بجثثهم وذبحوا من الوريد إلى الوريد؟ لماذا لم يتباكى سيد الرئيس على الأمنيين اللي تقتلوا ضحية الإرهاب واللي تقتلوا ضحية الغدر؟ لماذا لم يتباكى سيد الرئيس في كل هذه المناسبات التونسية تونسية بحتة
في حين أنه تباكى على قناة أجنبية عاملة على رئيس أجنبي ينتمي إلى كتلة مرفوضة من مغلب من أغلب المكونات المجتمع التونسي على قناة كما قلت أجنبية. هنا برشا ناس كيحلوا، حتى الناس السبيسياليست في الميميك نتاع الوجه، تحرك الوجه الكل، كيحلوا قالوا هذه دموع التماسيح وهذا مسرحية وتمثيلية سيئة الإخراج، حب يخرجها هو سي الرئيس المؤقت السابق. هنا مشكلتنا ما عادش مشكلة نتاع تبعية أو مشكلة نتاع تنتمي لكتلة هذه ولا تونسي ولا ماكش تونسي. الناس طرحت السؤال هذا، إذا كانت تونسي وتوليت منصب وتقلدت منصب قيادي في تونس راك ما تنجم تبكي إلا على بلادك اللي حالها يبكي توا، ما تنجم تبكي إلا على ولاد بلادك إلا مشاو ضحية نتاع إرهاب، إلا تم اغتيالهم ولا توا ما نعرفوا حتى شيء. وهما قاعدين يطالبوا الناس هذيا توا بفتح تحقيق في وفاة الرئيس مرسي، عاد فتحتوه التحقيق بسرعة البرق وبسرعة جنونية كما تحبوا توا في اغتيال الشهيد شكري بالعيد واغتيال الشهيد محمد إبراهيم وذبح جنود الأمنيين نتاعه هذا ليش، ومن قبلهم أيضا الشهيد في نبي إلى حماية روابط حماية الثورة المنحلة معناها أمريكيين في قتله وأمريكيين في الأسارة. هذا هو السؤال اللي طرح من طرف عديد التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا بالحق لاحظناه ولاحظته الناس الكل. تحب تزيد مصطفى كلمة؟ يعني بالنسبة للرئيس المؤقت السابق يحاول باش يستعطف بقية الأنصار اللي ما زالوا. المشكلة يعني في شخصه هو وقت اللي أرسل إليه يعني رئيس الجمهورية عن طريق الصدفة أو عن طريق الفرنسية هي تعطي معنى كبير برشا أكسيدونتال مو. أكسيدونتال مو هو هذه هي المشكلة، أما ما عباش بلاستو والحزب بتاعه يعني قسم أو رزي إلى أشلاء، برشا المناصرين بتاعه ملوا من عمر زائفة. الكوارث اللي شفناها للأسف كان هو طرف الأكبر فيها، ما نجمش توا إعادة الأشلاء وإعادة يعني الجرح اللي هو تسبب فيها. للأسف هي حتى حب يعمل نظرية التوافق أو التوازن بين كتل المعارضة وكتل الحكومة أو كتل الأحزاب التي عندها الحكم، ما لقى روحه أوت دي أوت، يعني حتى في المعارضة ما لقاش روحه، لذا يلتزم الصمت والأحسن. وهكذا نكون وصلنا لختام هذا الجزء، نرجع بعد الفاصل لبريك كولتور مع ضيفنا سي فهد الحموده مدير المراكز الثقافي بالمنستير.